بسرعة. منذ نعومة أظافري مع الأب، لأن الأب يحب كرة قدم جيدا، أو حتى مع أحسن مدرب. كرة القدم ليست بالحقيقة ثابتة، ولا واحد يقدر يمتلك الحقيقة المطلقة، من المناصر البسيط حتى التقني البحث. نحن أين نستحق في كرة القدم؟ أن روديغر يوجد في المنصب الذي يستحقه وهو أحسن مدافع في العالم حاليا. يا جماعة، نحو ملحمة تاريخية في الدور ربع النهائي بين ألمانيا وإسبانيا، مباراة ست نجوم. في الفنادق يقولوا خمس نجوم، هذه مباراة ست نجوم. لماذا ست نجوم أمين؟ ثلاث نجوم لإسبانيا وثلاث نجوم لألمانيا. سراع المنتخبات، سراع المنتخبين الأكثر تتويجا باليورو. لكن علينا أن ننتظر غدا بحول الله مباراة إسبانيا جورجيا. مع جورجيا. أعطينا التشكيلة المحتملة للمنتخب الإسباني، المنتخب المفضل بالنسبة لميدو. جيتي لو برومي لو سول لي رشح منتخب اسبانيا في اول حصه، وكيما جبدتو لي زارشيف نقدروا نزيدو نجبدوا لي زارشيف. انا ما نرشحش مع توالي المباريات، نرشح من البدايه. منتخب اسبانيا نفس التشكيله التي تقريبا عودت ناتشو بيدخل امين بن شامي، لا ما تهضر على حتى واحد، شاكان سون افي. عوده ناتشو الى محور الدفاع ما كان لابورت، ربما لابورت اللي يعاني من انزعاجات عضليه بعد مباراه ناتشو الذي امضى في قادسية سعودي. كوكوريا اكتشاف هذه الدورة كظاهر أيسر. لا مش اكتشاف، كوكوريا معروف. لا كوكوريا في تشيلسي لاعب عادي. أنا نشوفه لا سيزون تاع تشيلسي. كوكوريا في برشلونة تم السماح فيه في برشلونة. يا أخي أنت اكتشفت كوكوريا في هذا اليورو؟ أنا نعرفه كوكوريا لاعب ممتاز. كوكوريا اكتشافات الاورو. كوكوريا تعرف اين بدا كوكوريا؟ كوكوريا بدا في برشلونه، اعير الى ايبار، عاد الى برشلونه، فالفيردي فضل عليه ميراندا، برشلونه باعه لخيطافي، من خيطافي راح لبرايتون، برايتون راح لتشيلسي ب 60 مليون اورو. لذلك هذا ماهوش ظاهره، لاعب كيما قيس في الاورو هذا ظهر باللي عند كان اصلا ما كانش مرشح باش يكون اساسي، كان غريمالدو هو المرشح ليكون كاساسي وسط الميدان. مباراه خرافيه امام طليان. نعم، رودري وفابيان رويس بالإضافة إلى بيدري، الهجوم نيكو ويليامز، موراتا ويامال. تقريبا التشكيلة التي لعبت أول مباراة ضد منتخب كرواتيا. ما زلت ترشح منتخب إسبانيا للفوز باليورو. نعم. ودهس جورجيا وألمانيا بلد المنظم ميدو. ممكن لا راح تكون مقابلة صعبة سيفريل أمام جورجيا ولا أمام ألمانيا؟ لا أمام جورجيا. أمام جورجيا نحكي لك، أنا نحكي أمام جورجيا، أنا ما سبقش الأحداث. نعم. نحكي بالمنطق خويا. نعم. نحكيش باش نحكي اليوم. علاش قلت لك انت تتكلم غابينا ويضحك؟ تكلم اليوم كاين مفاجآت، باسكو اليوم تكلمنا الحصه اللي فاتت قلنا باللي المنتخبات الكبرى ما ظهرتش بالوجه الحقيقي تاعها. باسكو اليوم وكان نقول لك شكون ترشح تقول لي ما على باليش، تقول لي صعيب باش ترشح باسكو المنتخبات الكبرى ما ظهروش بالوجه الحقيقي. دونك المنتخب الاسباني سيفري من احسن المنتخبات في هذه الدوره، تاهل بتسع نقاط، فاز بثلاث مقابلات، ما تلقى ولا هدف. دونك الافضليه حتكون للمنتخب الاسباني بالطبع، امام اللاعبين اللي عنده دو خبره اللي لعبوا في ريال مدريد. نعم. في ريال سوسيدار. دونك علاش قلت لك اليوم الافضليه تكون للمنتخب الاسباني. نعم. وتقدر تكون مفاجاه في كره القدم. الاسبانيا تبقى اقوى مرشح للفوز باليورو امين وتجاوز جورجيا طبعا. شو حسب الاداء الذي قدمه المنتخب الاسباني في الدور الاول يبقى ابرز مرشح، لانه المنتخب الوحيد اللي اخذ تسع نقاط كامله عالم كامله باداء مقنع، وحتى بالتشكيله مكشوفه امن، حتى بالفريق الثاني، حتى بالفريق الثاني تمكن من الفوز في مباراته الاخيره، ولكن الى غايه الان لم يواجه منتخبا قويا. المنتخب الكرواتي منتخب ضعيف، خرج من الدور الاول. المنتخب الايطالي اثبت انه منتخب ضعيف اليوم وخرج من الدور الثاني، واكد انه لم يكن يستحق حق هذا المنطق. حتى جورجيا ليس منتخب قوي. انا معك بصح جورجيا محمد ستقاتل الى اخر دقيقه. بكفاله سخيليه اعطينا التشكيله. راح تكون مباراه مفخخه محمد، راح تكون مباراه مفخخه للمنتخب الاسباني، خصوصا اننا لم نجرب المنتخب الاسباني في الهجمات المعاكسه. خمس مدافعين هذا المنتخب يلعب، هذا المنتخب من احسن المنتخبات في اليورو اعتمادا على الهجمات المعاكسه. تاهل بالهجمات المعاكسه. ينتظرك عنده خمس مدافعين وتقريبا يدافع لك بعشر لاعبين، يبقى غير كفارات خيليا على الجهه اليسرى يستنى كاش كره تجي، يعتمد على سرعته. نعم ميكوتاتزي ايضا انطلاقه بسرعه كبيره جدا من الجورجيين، يقدروا يسجلوا لك هدف، يقدروا يغلقوا لك
تولي في مشكلة. المباراة ستكون صعبة على الورق، المنتخب الإسباني هو المرشح لتجاوز عقبة المنتخب الجورجي، ولكن حرارة وقتالية وشراسة وأحلام وطموح رفقاك فارات خيليا التي شاهدناها أمام منتخب البرتغالي نعم. تجعلنا نتريث قبل الحكم على حظوظ هذا المنتخب في مواجهة المنتخب الإسباني. جورجيا إسبانيا 80-20 90-10 قوليش 50-50 تبقى أمور سطحية بالنسبة لأشياء ممثلة محمد، أمور ممثلة في كرة القدم. أنا أحلل بما أرى ما رأيته من جانب المنتخب الجورجي أنه منتخب يلعب بروح، دعم جماهيري غير مسبوق بحكم أنه أول دورة، أمتع أيضا بطريقته المعتادة 5-3-2 ميكو تاتزي على الجهة اليمنى لاعب ماتس الذي يسجل أهداف كثيرة ويعرف يضرب ضربة الجزاء. كفارتسي خيليا يعتبر نجم هذا المنتخب. من جهة المقابلة دي لافوينتي، نتكلم على هذا المدرب الذي عرف كيف يوظف كوكوريا وعرف كيف يوظف فابيان رويز وعرف كيف يعطي الثقة ليامال ويليامز وعرف أيضا كيف يغير في الهجوم باستثناء خوسيلو. مرة نلقى موراتا هو اللي يلعب لما تكون ضد منتخب كرواتي يلعب على التحولات، مرة لما يلعب استحواذ يغير من موراتا ويدخل مهاجم آخر. فلهذا أنا تمتعت في هذه الدورة بمنتخب إسباني يطبق الضغط العكسي، وإن طبقنا الضغط العكسي في مباراة في كرة القدم من هذا المستوى يعني أنك منتخب قوي. لما تعرف أنك تستحوذ على الكرة وتخنق المنتخب في منطقته ولا تعطيه حتى المجال للتنفس، هذا يثبت أنك منتخب قوي. فلهذا لو تأهل المنتخب الإسباني ضد جورجيا راح نشوف النهائي قبل الأوان ضد منتخب ألماني، وربما من خرج سليما معافى من هذه المباراة يستحق أن يفوز بهذا اليورو. لكن من الجانب المقابل يخرج سليم معافى ممكن لما نشوفه يتلقي مع فرنسا ولا مع البرتغال. هذا أمر آخر محمد ميدو، نحن نتكلم على ألمانيا إسبانيا فرنسا أيضا مرشح إنجلترا، ليست صلب الموضوع، صلب موضوعنا منتخب ألمانيا إسبانيا. هو داخل البلجيكي طرح لي السؤال مثلا على المنتخب الألماني لأن تنتظر مباراة إسبانيا ألمانيا. لو تقول لي منتخب إسباني ضد فرنسا حتكون عندي أجوبة أخرى. نعم، نذكر فقط أنه بعد إقصاء منتخب إيطاليا اليوم يبقى المنتخب الوحيد عبر التاريخ الذي حقق اليورو مرتين متتاليتين هو المنتخب الإسباني 2008-2012. إذن إيطاليا لم تستطع تحقيق ما حققته إسبانيا. إسبانيا بثلث كؤوس أوروبية وألمانيا بثلث كؤوس أوروبية، ملحمة كروية كبيرة مرتقبة ومنتظرة بداية من الدور ربع النهائي إن شاء الله تتحقق. إن شاء الله لا تتأهل جورجيا، ليس لأننا لا نحب منتخب جورجيا ولكن لأننا نريد مشاهدة إسبانيا أمام ألمانيا. ستكون معركة ومتعة وستشاهد كرة قدم حقيقية، الألمان الماكينات والسرعة والإسبان التيكي تاكا والمتعة، مباراة في غاية الروعة هكذا حتى يكون السجع. أمين. نعم. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. ميدو أقلقناك بعض الشيء اليوم، لا تتنرفز ولا تندفع يا ميدو ولا تتعصب. لا ما اندفعت وتعصبت ممكن قليلا، لكن انا داير هكذا، انا ما نحبش نحب نحكم كي يخلص الامر ولا احكم على شيء في حينه، خليه يخلص الامور وما نشوف وين رايحه لا كوب دوروبا هذه. يعطيكم صحه، ميرسي، امين.